حسين لكن بره المنهج، بس لما نخلص يلا مع بينا كابتن بره المنهج. اسر حسين، هل في مشكله هدفيه في فريق المقاولون العرب؟ والرد الاخر يقول لك شوقي غريب، يقول لك طب لما تساوي مع فيوتشر ومتساوي مع المصري ومتساوي مع انبي في عدد الاهداف 34 هدف، لكن هل عنده مشكله هدفيه؟ بالتاكيد سؤال ذكي جدا يا كابتن تامر. يمكن الاحصائيه اللي عندنا اللي ممكن نعرضها هي الحقيقه رقم مرعب، ان انا كمان بتشيل كمان المسؤوليه الفنيه من كابتن شوقي غريب. انا دايما كان حتى موسيماني مع الاهلي ودلوقتي كولر، حتى لو عندك ازمه في التهديف بيبقى المعيار عند الجماهير والمحللين الفنيين يا كابتن تامر انا وصلتك للجون كم مره. النهارده لو نعرض الارقام وصل المقاولين كابتن شوقي غريب تحت قياده شوقي غريب وصلهم 391 مره، جايبين من الرقم العظيم ده الكبير ده 34 هدف. لو قسنا النسبه هتلاقيها ضعيفه جدا، هتلاقي حوالي 8.7%. انا بروح على الجون 391 بس 34. طيب لو قلنا 391 دي ندرجهم للناس شويه ونبسطها، فيهم 131 كوره على ثلاث خشبات اون تارجت جايب فيهم 34 هدف بس، فانت الفاعليه 26%، برضو رقم اقل. يعني الارقام قدامنا فرقم ارقامه قليله جدا كفاعليه، فبالتالي عنده ازمه هجوميه طبعا، لانه في دور وفي مسؤوليه على خط الرباعي الهجومي كله يا كابتن تامر، انه انت ما بتسجلش، بتروح للجون كتير وما بتسجلش ما بتحسمش. طيب شوف انا كابتن شوقي غريب مشكله تخليص كمان، يعني انا حاجه طبعا يعني الشاهد في المباراه اللي فاتت الاخرانيه قدام الاتحاد، مباراه المقاولين يعني بلغه الكره كده يكسب 4-5-0، لو عرضنا الحالات بتاعه الماتش راحوا على الجون 10 فرص محققه ما سجلوش ولا مره، يعني لو شفنا راحوا على الجون كتير جدا. ادي واحده طبعا هنا ده تمبلت او ده نموذج لفكره اللاعب المعار، اللي بعتقد وكمان في استطلاع راي دلوقتي تنتمر بين الناديين انه طب انا عايز قطه يكمل وعايز فوزي يكمل معارين من بيراميدز، طب هنقعد على طاوله المفاوضات، طيب في كلام انه ممكن يبقى جبنه داخل في صفقه تبادليه. لاعبين مهمين جدا، الكره التمبلت اللي بتكلم حضرتك عليها او النموذج اللي اتعمل في المباراه، دايما اي لاعب بيستلم في النص حتى لو نازل تحت سافيولا دايما بتعرف دار المدافعين قطه هو المعيار، ودي الكره القطه. التعليمات هنا حتى جون اوشايا الباك ليفت اول ما جات له اول تفكير افتح اللاعب ناحيه يمين، طبعا هنا اللي عملوها حلوه وسط الملعب وصلوا ساحه برضو قطه اللي بيروح انفراد تام ضيع، راحوا على الجون 10 هنا طبعا الضربات الثابته مميز فيها سافيولا، هو دايما اللي شوقي غريب بيعتمد عليه في الضربات الثابته. ادي واحده كمان قطه بوش، يعني دايما اربعه موقف 4-3 لو نكمل سوء استخدام جدا للهجمه وسوء تصرف، فبرضو مقاولين عنده مشكله في قرار اللعيبه بتاعته. هنا فرصه كان ممكن الاثنين رايحين سابوا الكوره، انتوا الراجل عمل لكم العرض يعني خش عندك المساحه، نفس الكلام هنا واحده حلوه جدا في العمق اهي وبرضه بيضيع، فبالتالي مسلسل اهدار الفرص. بص كام واحده يا كابتن تامر، محتاج راس حربه، محتاج راس حربه بيخلص، محتاج راس حربه صريح بيخلص الهجمات، لانه انا ككابتن شوقي غريب بحس انه مش عايز اقول ان شغلي بيروح، لكن انا كان ممكن كان عندي فرصه الدور الاول وانا فرطت، كان عندي فرصه ان انا اكون في الاربعه الكبار وفرطت صحيح. فيها صحيح. كان عندي فرصه طيب ان انا خامس او سادس فرطت فيها، وفتحت المجال لإنبي بفوزه امبارح ان انا هو احتل المركز السادس. طبعا مباراه النهارده ممكن يبقى فيها كلام لو مقاولين قدر يحقق نتيجه ايجابيه. نعم. في حاجه مفارقه غريبه جدا، طيب هتقول لي هجوميا كابتن شوقي موصلهم، لكن كمان عين ما استفهام كبيره، لانه الفريق استقبل في الموسم 40 هدف، ده رقم كبير جدا، حطه مصنف رغم ان ترتيبه كويس من اكتر الفرق اللي استقبلت اهداف في الدوري، فبالتالي المنظومه الدفاعيه المفارقه ايه؟ الاهلي استقبل قبل مباراه الزمالك 7 اهداف بس في الدوري، واستقبل ضربه الجزاء بتاعت زيزو وكده 8. اخر مباراه استقبل فيها الاهلي هدف كان امام المقاولين في الدور الاول في مباراه 2-1، اعتقد كان اوكلي اللي سجل الهدف، فبالتالي بعيد جدا لو حطيته مقارنه بالنادي الاهلي النهارده اقوى هجوم اقوى دفاع، رغم زي ما كان يماني بيقول مريح خط الظهر بالكامل، الاربعه بتوع خط الظهر الاساسيين مريحين النهارده. نعم.